بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وكل سنة وانتوا طيبين. من لم اشكر الناس لم اشكر الله. بشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتسأل عليا واقفة جنبي، وكل سنة وانتوا طيبين ودعمنا باقوى لايك عنك. النهاردة معايا عرض خفيف وعرض نظيف، عرض الثقة، عرض الضمان، عرض التميز، العرض اللي مش هتلاقي حد يقولك العرض ده بالضمان. يعني بالضمان ازاي؟ يعني الحاجة دي في بيتي بقالها 4-5 ايام، يعني عشرتي، ما بجيبلكش حاجة من السوق، بالذات في البقرة الوالدة يا جماعة، بالذات في البقرة الوالدة. انا بشوف ناس بتتسوق في السوق قدامي، تتسوق في السوق قدامي، يعني والله العظيم الا من رحم ربي، والله يعني بيبقى لسه بيتسوق قدامي في السوق، ما قبله في السوق بيتسوق قدامي بيشتري بقرة والدة، تمام، وياخدها يروح يتصل على صاحب القناة يعرضها، وهي متحضرة بتحضيرة السوق، والله ما بتبقى دخلت في بيته ولا قعدت في بيته 5 دقايق. انا بوريك البقرة اللي ورايا دي بوجبة واحدة، اللهم لك الحمد، لا هي متحضرة ولا هي مزنوقة. ويقول لك ده فيها عشرات، وتاخدها عندك ولا تجيب خمسات، حتى يعني حتى مش هتجيب خمسات، لان هو ما يعرفهاش اصلا، هو لسه واخدها من السوق ما بقالوش ساعة، قبل ما بيدخلها زريبته بيكون مصور. فانا النهاردة معايا بقرة خليط هولشتاين، وركز معايا، بقرة خليط هولشتاين ومش هولشتاين، بس بسم الله ما شاء الله واكبر، جرار لبن اقوى من الهولشتاين، اللهم لك الحمد. وبعدين برضو اللبن رزق، وتأكل تلاقي، بس البقرة دي عشرتي بقالها 5 ايام في بيتي. البقرة دي صنعتها ايه؟ البقرة دي كسرة 6، يعني ده تاني ولد ليها، وراها ذكر. بقرة بسم الله ما شاء الله بتاكل اهي، من المميزين قوي، الله اكبر، من المميزين في الحليب قوي، حليبها دسم قوي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت موقف تحتها، اللهم لك الحمد، من فضل الله، 4 ذكور، كنت موقف تحتها 4 ذكور، و4 ذكور وكنت باخد لبن منها، اللهم لك الحمد، 4 ذكور وباخد لبن منها، احسبها زي ما انت تحسبها بقى، 4 ذكور بيرضعوها وباخد لبن منها، اللهم لك الحمد. بعت ذكرين منهم، واحد حبيبي جالي عايز ذكرين رضيع، بعت ذكرين منهم وفاضل ذكرين، اللي هو ابنها وواحد كمان معاه بيرضع، تمام. وتعالى نبص على البقرة ونشوف مواصفاتها واقول لك سعرها بما يرضي الله. انت بتسمع اسعار خيالية في الحاجات اللي زي كده، ببلاش نحرق كتير، تعالى معانا يلا. ومعايا عجلة جاموس برضو، انا جايبها امبارح من هنا من القرية عندي، لاني بقالي كام يوم ما تسوقتش. معايا عجلة جاموس برضو، عمري بتاعي 8 اشهر، سعرها حنين جدا ومرتاح جدا برضو، الحمد لله من فضل الله. فيلا بينا، بسم الله، الله اكبر. معايا البقرة ايه؟ خليط هولشتاين كسرة 6، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا يا جماعة اللبن جاي منين يا جماعة، بصوا اللبن جاي منين يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. حلبات سودة يا جماعة، حلبات سودة ما شاء الله، حلبات سودة مش متحضرة يا جماعة، الله وكيل ما متحضرة، الله وكيل وشاهد عليا وعلى صيامي ان هي مش متحضرة. دي وجبة الصبح، هي محلوبة بالليل ومرضعة بالليل، دي وجبة الصبح اللي فيها. هي لو متحضرة اولا مش هتاكل، تمام، اولا ماهيش هتاكل، ثانيا مش هتبقى طايقة تقف من التزنيد اللي فيها، وثالثا درعها هيبقى اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا، فوق ما تتخيل. البقرة دي وهي كانت متحضرة، الله اكبر عليها، ما كانش حد بيشيل عينه من عليها، اللهم لك الحمد، ما شاء الله. التلبيط الحلو قوي اللي الناس كلها بتحبه، ما شاء الله، الله اكبر. عمتها ما شاء الله حلوه جدا، الضرع من ورا بسم الله ما شاء الله. بص على اثبت لك كلام ان هي مش متحضره، ما شاء الله، بص اثبت لك كلامي، الله اكبر. بص يا باشا، فايض قد ايه في الشال، انا نفسي امسك لك الشلشول، شوف فايض قد ايه في الشلشول ورا، بص الله اكبر، فايض قد ايه في الشلشول ورا، بص شفت كده يا باشا، بص كده فايض قد ايه في الشلشول ورا
يعني ماهيش، بص شلشولها فاضيه اهو اهو فاضيه يعني ماهيش متحضره. تمام، الله اكبر. الاربع حلبات مسطره زي ما انت شايف، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، فتحه العجله ايه ما شاء الله فاتحه، الله اكبر. شبرين ظهر وحلاوه وخشانه، عجله لهي جعانه ولا عجله فقيره؟ لا ده بالصلاه على جمال النبي، بتقوم اربع ذكوره وتاخد منها لبن ما شاء الله. مشروع كامل متكامل، انت بتحط في بيتك مشروع كامل متكامل، يعني كل شهر كل شهر او خمس او 45 يوم شهر ونص اطلع من تحتها اربع ذكوره بسم الله ما شاء الله. الذكر يفرق معايا من وانا جايبه لغايه ما رضعه وابيعه في الشهر ونص دول، يفرق معايا بالصلاه على جمال النبي كده اقل واجب 4000، يعني في الشهر ونص 4 في 4 بكام؟ ب 16 ب 16 اللهم لك الحمد 16000 ب 16000. ده دي اسرع دوره تشوفها في حياتك بسم الله ما شاء الله، وبقرة الله اكبر عليها معدية ال 500 كيلو ما شاء الله، معدية ال 500 كيلو، اللهم بارك يا رب وازيد في ذلك، اللهم امين. تعالى نتفرج على الذكرين اللي وراها، بص لي كده، ده ابنها اهو، ده ابنها، وراها ذكر عمر 15 يوم بس ذكر من البشوات، الله اكبر عليه. فتحة الذكر اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وراها ذكر خليط فريزيان كمان اهو، عمر 10 ايام، عمر 10 ايام، ذكر برضه الله اكبر عليه، حلو خالص ما شاء الله. وما شاء الله هتيجي تستلم لبن، وهتيجي تستلم حلابه، وهتيجي تستلم رضيع وكل حاجه، تمام؟ ما شاء الله، وراها ذكر بص عامل ازاي؟ فتوه فتوه، الله وكيل فتوه، يعدي ال 12000. وراها ذكر فريزيان اهو، بالصلاه على جمال النبي، بالصلاه على جمال النبي، بطل. وادي معايا عجله جاموس، صلاه النبي الله اكبر عليها. عجلة جاموس حلوة خالص، عمر 8 شهور ما شاء الله، الله أكبر، في الأكل ممتازة جدا جدا جدا، جلتها زي ما أنت شايفها أهي، الله أكبر عليها، حلوة خالص 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 ما شاء الله. عايزة جرعة أوماك وديدان، وهي ما شاء الله أمها فالحة قوي، الله أكبر، عايزة جرعة أوماك وديدان، عريضة من ورا وخشانة وحلوة ما شاء الله عليها. الوش اللي هو ما شاء الله المثلث، الوش اللي هو اصلا في مواصفات الجاموس الحلوه خالص، القرن اللي هو بص طالع طالع القرن ملفوف، طالع القرن ملفوف لفوق اهو ما شاء الله، الودان الكبيره ما شاء الله، المواصفات الحلوه خالص، لفه الظهر، كل المواصفات الحلوه اللي بيكلموك عنها في الجاموس فيها، الله اكبر. 8 شهور وببلاش، ببلاش، مش هنقول لك ب 16000 ولا ب 17000 ولا الكلام ده، ده من ابو ناهيه كده، ومن الاخر من الاخر، بس ما قلناش صحيح سعر البقر دي، اللهم اكبر الله اكبر. نقول لك سعر البقره الاول، سعر البقره يا جماعه، سعر البقره، السعر النهائي، السعر النهائي الله اكبر، السعر النهائي في البقره دي كسره 6 والد ذكر عمر 15 يوم، السعر النهائي ليها هي وابنها بس فقط، ليها هي وابنها بس فقط من غير الذكر اللي بترضعه، 62500، 62500، وما فيهاش فصال يا جماعه، ما فيهاش ربع جنيه فصال، 62500. والذكر خليط الفريزيان اللي وراها سعره لوحده 10500، 10500 اللي عايز ياخده معاه. ونيجي لسعر العجله دي، سعر العجله دي يا باشا من ابو ناهيه، مش هنغني كتير، بامر الله تعالى ب 13800 فقط لا غير. رقم التليفون 0185-2669، عنواننا في الأليوبية بنها على طريق المنصورة الزراعي كفر شكر، أشوف وشك بخير، سلام عليكم.